من نادي الاهلي نروح لنادي الزمالك. وفيما يخص الاستادات واضح كده ان الانديه الجماهيريه في الوقت الحالي بتسعى ان هي تكون بتسعد جماهيرها ان يكون في استاد باسمهم، زي ما احنا طبعا بنشوف الانديه في الخارج واستادات عريقه دلوقتي خلاص بقت من طموحات كل الناس اللي بتحب الكوره في العالم كله ان هو يروح الاستاد الفلاني يتفرج فيه على ماتش. دي الحاله اللي بيعملها استاد لما الاستاد بيكون بيخص نادي مع انتماء الجماهير ليه، مع حب جماهير حتى لو مش من نفس البلد للنادي دوت والكورت والتاريخه، ويصبح الاستاد من الركائز الاساسيه اللي لازم يكون بتعتمد عليها الانديه الكبرى ان هي تكون متواجده عشان بتكمل الشكل الجمالي والتاريخي بالنسبه للانديه الكبيره. فكمان هيكون بيسعى نادي الزمالك للحصول على حق انتفاع ملعب باترو سبورت علشان يصبح الملعب الخاص بالنادي الابيض خلال الفتره اللي جايه. ووفقا لموقع يلا كوره، تحدث مصدر داخل نادي الزمالك ان مجلس اداره القلعه البيضاء هيكون بيبحث عن استاد خاص للفريق عن طريق حق الانتفاع في الفترة الحالية في ظل رفض اختيار أحد ملعبي الكلية الحربية أو السكة الحديد من قبل الجهات الأمنية. وتابع مصدر إدارة باترو سبورت رحبت بطلب الزمالك خاصة وإن الفريق بيخوض أغلى مبارياته على استاد باترو سبورت وبيلعب عليه منذ 5 سنوات بشكل منتظم. كمان أضاف إن إدارة الاستاد بالاتفاق مع الزمالك ليس لديها مانع في زيادة عدد المدرجات ل 20,000 بدلا من 12,000 مقعد وزيادة طابق علوي في حالة الاتفاق. هنشوف كمان هذا الاتفاق هيوصل لحد فين. النادي الأهلي تم خلاص حسم هذا الملف مع استاد السلام، واضح إن في مفاوضات جادة من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك مع استاد باترو سبورت اللي هو بيلعب عليه على مدار المواسم اللي فاتت 5 مواسم على حد قول الخبر. هنشوف أكيد الموضوع ده هيوصل لحد فين أيضا خلال الساعات القليلة اللي جاية.